انت المدعي توني جورج حنا، جنسيه لبنانيه، مواليد 7 سنين الاول 1970. نعم. ساكن بمنطقه فسوح بيروت. نعم. استدعوا المتهم. حضرتك ياسر عبد الله سلامه، مواليد 16 حزيران 1955، بفلسطين المحتله. نعم. وين ساكن حضرتك؟ مخيم مار الياس. حضرتك بتدعي انه بتاريخ 2 تموز ياسر سلامي سبح، وبعد اسبوع حوالي الساعه 8:30 الصبح ضربك قدام جراجك وكسر لك ضلعين. التهمة اللي موجهة ضدك جدية، يعني هيدا يعتبر اعتداء مع سابق تصور وتصميم. كنت رايح اعتذر له. وليه غيرت فكرك؟ حكى شغلات. مثل شو؟ واللي قلته مش مقبول، هيك بتبلش الحروب. يا عم بهددوني، عم بهددوا عائلتي. وبنتك؟ لأنه قضية حقيقة. أي حقيقة توني؟ أنت شو قلت؟ كلمات سيد ياسر بيقلبوا الموازين. أنت شو قلت؟